السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في ليلة من الليالي في واحد من الطرق السريعة اللي قريبة من نهر النيل في السودان، كانت في شاحنة مشروبات وعصائر بتمشي في الطريق عشان توزيع الطلبيات على المحلات. هذه الشاحنة اتأخرت في توزيع الطلبات، بدل ما توزعهم في النهار وزعتهم في الليل. طلع العم حيدر سواق الشاحنة في الليل عشان يسلمهم، وهو بسوق في الطريق تعب وقال أنا بدي أوقف الشاحنة عشان يتريح شوية وينام له ساعة، خاصة إنه الطريق فاضي وما في حدا. فجأة طلع قدامه لقى بنت واقفة في نص الطريق ومبين عليها إنها تعرضت لحادث، ملابسها كانت بمزعة والدم بسيل من أنفها، نظرتها باردة وبنظرة سريعة حاول ما يخبط فيها، لكن الشاحنة قلبت. فشو قصة هذا الطريق وليش سموه شارع الموت؟ هل الأشباح لها دور في الحوادث اللي بتصير؟ وإيه سبب الأحداث المستمرة حتى بعد ما عملوا تعديلات على الطريق وبعد ما عملوا طريق تاني عشان يخففوا الضغط عن الشارع؟ خلينا نتعرف على تفاصيل قصتنا، بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الانترو. في مدينة في السودان بتقع على ضفة النيل في المدينة الغربية على ارتفاع 409 فوق سطح البحر، اسمها واد مدني، وهذه المدينة بتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 186 كيلومتر. وفي مدينة بيربط بينها وبين مدينة الخرطوم طريق مدني أو شارع الموت اللي طوله 184. على هذا الشارع دائما كانت تصير حوادث كتيرة وبموت فيها عدد كبير من الناس. قبل سنتين كانت تشير الإحصاءات إنه عدد الضحايا وصلت ل 150 روح، وكانت نسبة الحوادث 70%، وكانت معظم الحوادث في مستشفى الخرطوم أو مستشفى جياد. برجح خبراء الطرق إنه هذه الحوادث أخطاء فنية، فلازم يعملوا تعديل على الشارع، منها إنه يسكروا الطرق الفرعية للشارع ويزودوه بالإضاءة الكافية عشان ما تصيرش حوادث في الليل. والشارع من الأساس مخطط إنه اتجاهين، والاتجاهين فيش بينهم فواصل اللي عشان تحدد مسار السيارات والشاحنات، وهذا الشارع من شوارع الخط السريع اللي زادت فيه الحوادث بصورة ملفتة، وكمان ما حاولوا يصلحوا الأخطاء ويعالجوها. وغير هيك الطريق ما فيش فيه أجهزة رداد عشان تراقب حركة السيارات بكل دقة، لكن سكان القرى اللي بمر فيها الطريق وقالوا إنه سبب هذه الحوادث إنه الطريق مسكونة بأرواح من عائلة الشيخ اللي توفت في شارع الموت. هذه القصة صارت في عام 1992. في عام 1992 في شهر رمضان كانت عائلة قاسم تتكون من الزوج والزوجة وابنهم الصغير، كانوا واقفين في الطريق عشان يستنوا سيارة توصلهم قبل الافطار، وهم واقفين في باص كان ماشي في الطريق وانحرف عن مساره لانه في كان حفرة في نص الطريق، وللأسف دهسهم وكتلهم وانحرف عن مساره. وبقولوا انه افراد العيلة لحتى الان بيمشوا في الطريق وبضلهم يأشروا بدهم للسواقين، وهذا اللي اثار الرعب والخوف في قلوب الناس. والناس والسواقين حكوا كتير حكايات عن الطريق وانهم شافوا اشباح على الطريق، وبعضهم زعم انه وصلوا فتاة وتفاجئوا رجليها زي رجلين الماعز. وفي حكاية بقولوا انهم شافوا طفل ووقفوه في الطريق عشان يسألوا عن ابوه وامه، وعرضوا عليه المساعدة لكن رفض المساعدة وقالهم انه بعيش في الطريق. وعلى الرغم من الجهود اللي بتحاولوا تعملوا الحكومة عشان تعرف سبب الحوادث المتكررة والتزام السواقين بسرعة محددة، ومع هيك الحوادث ظلت مستمرة وما حدا بيعرف ايش سببها وظلت غامضة. في بحيرة في بلدة كلينتون في مقاطعة هونتردون في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وهي عبارة عن خزان مياه عملوه في عام 1960 عشان يعملوا سد كبير مساحته حوالي 2 فدان وعمقها حوالي 55 متر. وبعد هيك جابوا أسماك سلمون ورموها في البحيرة عشان يشجعوا سكان المنطقة على الصيد فيها، ومع مرور الوقت استغلوا هذه البحيرة، فتحوا منتزهات على شواطئها وعملوا جولات سياحية فيها، وهذا اللي عزز شعبية البحيرة وصارت منطقة سياحية مهمة. كل هذا لحتى الآن ما في مشاكل. بدت المشاكل الغريبة اللي رح نحكي عنها في 4 مايو عام 1973. صارت أول حالة اختفاء غامضة لما كان توماس اللي عمره 23 سنة وأخته كريستوفر اللي عمرها 22 سنة كانوا راكبين قارب بيصطادوا في البحيرة، وفجأة انقلب فيهم القارب وفي ناس في قارب تاني شافوهم وراحوا عندهم بسرعة عشان ينقذوهم، لكن الغريب لما وصلوهم ما لقوا حدا في القارب بس لقوا القارب مقلوب. طبعا بعد هيك اجت السلطات صارت تدور على جثث ولكن ما لقوا أي شيء. وبعد هذه الحادثة بأربع سنوات تكررت نفس الحادثة كمان، كان في شابين راكبين
متقارب، كريج ستير عمره 18 سنة وأندرو عمره 20، كانوا بيصطادوا في الساحل الشمالي للبحيرة. انقلب فيهم القارب واختفت جثثهم، وبعد عدة أيام مراكب السلطات والغواصين صاروا يدوروا عليهم، لكن هذه المرة اختفى القارب باللي فيه. في 14 مارس عام 1989 جون كوبر عمره 37 سنة وصديقه لوسون راحوا في رحلة صيد في البحيرة واختفوا تماما وما رجعوا، ما لقوا جثثهم. وبعد مرور 4 سنوات على الحادث لقوا جثة لوسون، لكن جون ما لقوا جثته لحتى الآن. لكن في حالة غريبة صارت في 22 أكتوبر عام 1993، كان جيفري مور اللي عمره 27 وصديقه رومون بار اللي اجوا على البحيرة لمدة يوم واحد عشان التنزه والراحة والصيد، لكن فجأة انقلب فيهم القارب على الرغم انه كان الجو هادي جدا، وشافوهم مراكب تاني في البحيرة فاجوا بسرعة عشان يساعدوهم، وفعلا سحبوا جثة رومون من المية، لكن ما لقوا جثة جيفري ابدا. مع مرور السنين وزيادة عدد اللي بيختفوا من البحيرة رجعت السلطات وعملت عدة محاولات بحث في البحيرة. كانت اول محاولة بحث عام 1977 واللي عملها أندري جارلين، وهو من مستكشفين الأعماق المتمكنين، وجابوا سفينة بحرية بتنظف قاع البحيرة تحت منصات البترول. على الرغم من كل هذه التجهيزات وبعد أسبوعين من عمليات البحث المستمر ما لقوا أي إشي. في عام 1999 عملوا كمان عمليات بحث، وهذه المرة اتدخل سلاح البحرية الأمريكية وكمان برضو ما لقوا أي نتيجة. في عام 2006 عملوا كمان محاولة بحث، وهذه المرة استغلوا انخفاض مستوى المية في البحيرة لعل وعسى يلاقوا، بس لكن ما لقوا. بالرغم من فشل عمليات البحث الرسمية لكن بعض الجثث لقوها بالصدفة. مثلا في عام 1989 2 من الغواصين لقوا في البحيرة هيكل عظمي بشري، ملابسه ممزعة وكان لون الحذاء أخضر، وبعد هيك عرفوا صاحب الجثة كانت لصياد اسمه سبوكلي، كان اختفى في عام 1976. وفي عام 2012 كان في صياد رامي صنارته في البحيرة وفجأة علقت صنارته في شيء، ولما سحبها من المية اتفاجأ بهيكل عظمي لكن ما قدروا يعرفوا هويته. في عام 2013 لقوا جثة صياد اسمه كنيث اللي كان عمره 56 سنة عن طريق بعض السياح اللي كانوا قريبين من الشاطئ، وهذا الصياد بلغوا عن اختفائه قبل 4 سنوات. وفي عام 2014 لقوا جثة رجل اسمه كايا كير في داخل سيارة لقوها في قاع البحيرة بعد ما لاحظت الشرطة قراءة غريبة لجهاز السونار. جهاز السونار اللي هو بيكشف قاع البحيرة يعني بصور قاع البحيرة. في نفس السنة لقوا جثة شاب اسمه تشين شاو، هذا الشاب كان بيلعب رياضة عند البحيرة واختفى فجأة وبطريقة غامضة. وبعد كل هذه الاختفاءات ظهرت تفسيرات وتحليلات عن سبب اختفاء في البحيرة. قبل ما يعملوا هذه البحيرة الصناعية كانت في بلدة في نص الوادي قريبة من بلدة كلينتون، قررت الحكومة بإخلاء هذه البلدة عشان يهدموها ويعملوا بحيرة صناعية، وبالفعل الحكومة شرط معظم المباني في البحيرة وعملت على إخلاءها، لكن في ناس من سكان البلدة رافضين الفكرة، ومع هيك الحكومة نفذت مخططها وغرقت البلدة وكان فيها بعض السكان، لكن الحكومة أنكرت وأصرت إنها أخلت البلدة كلها وعوضت جميع السكان بمبالغ مالية، وبقولوا أشباح أرواح الناس اللي غرقت ما زالت موجودة في البحيرة وهي سبب كل الحوادث اللي صارت. طبعا هذا تفسير مش منطقي وشككوا فيه. أما التفسير العلمي للحوادث اللي صارت في البحيرة بيرجع لطبيعة البحيرة نفسها، مصدر المية اللي جابوها في البحيرة هي مية جليدية جابوها من أنهار تحت الأرض بتصل درجة حرارتها أحيانا ل30 درجة تحت الصفر. لما تطلع هذه المية المتجمدة من باطن الأرض وبتصطدم مع درجة حرارة الوادي بتعمل دوامات وأعاصير صغيرة وأمواج بتقلب المركب باللي فيه. أما بالنسبة للجثث اللي ما كانوا لقوها حسب كلام العلماء بيرجع لبرودة المية والتربة الطينية لقاع البحيرة والأشجار الموجودة في القاع، فيمكن تعلق الجثث في أفرع الأشجار وتختلط مع التربة الطينية وتتحلل مع مرور الوقت.